موضوع لأنه في عندي 30 ثانية. تمام. أنا بشوف اليوم الإتجار بأوراق البشر هو أخطر من الإتجار بالبشر نفسهم، لأن أوراق البشر هي التي تجبر هذا الكائن على الخروج باللا قانون بالمطلق. يا لطيفة عني على هالنهاية اللي ختمت فيها أنت يا أستاذ. يعني والله الرحمة بالناس نفسها إن شاء الله لازم وضروري بإذن الله سبحانه وتعالى. أشكرك مرة أخرى أستاذ جلال بكر، مستشار في القانون الاقتصادي.